متطلبات التشغيل اللي قدامك دي خاصه بالاصدار الجديد لويندوز 11 اصدار LTSC، النسخه اللي معروفه بينا واللي منتشره ان هي للاجهزه الضعيفه، وهي نسخه مخففه وتنفع لاي جهاز قديم او امكانياته على قدها شويه. رامات 2 جيجا بايت ومعالج بنواتين بتردد 1 جيجا هرتز بس، ومش لازم SSD، ممكن HDD عادي تنزل عليه الويندوز. ومش بس كده، حتى الفيرموير او برنامج التشغيل مش لازم يكون UEFI، ممكن بايوس. والتي بي ام اللي عرفت ناس كتير مع السيكيور بوت مش لازم يكونوا موجودين او مفعلين حتى، فممكن تثبت الاصدار ده من ويندوز 11 بدون تفعيلهم او بدون وجودهم اطلاقا. فكل دي متطلبات قليلة وتفرح فعلا عشان نقدر نشغل ويندوز 11، ولكن مش النسخة الرسمية اللي انا كنت بتكلم عليها طول الثلاث سنين اللي فاتوا دول. هي مخصصة لاجهزة محددة فقط، ولكن انا نزلت الويندوز وحرقتها على فلاشة وثبتها وجربتها عندي على جهاز قديم عشان اقدر اشوفها بنفسي واشوف ايه هي الحاجات اللي ناقصه فيها، وهل هي فعلا مخففه ولا لا، وتنفع لاي جهاز ولا لا، ولا موجهه لناس محدده. لان في فرق كبير جدا بين اني اعمل لك البحر طحينه واقول لك دي النسخه المخففه الموجهه للاجهزه الضعيفه والقديمه وخد واشتغل وعيش حياتك فيها براحتك، او اني اصرحك واقول لك ان الاصدار ده موجه لهيئات معينه ومؤسسات حكوميه واجهزه خاصه وهي مش نسخه اعتماديه في حالات كتير. فخلينا اشارك معاك تفاصيل اكتر من خلال الفيديو ده. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد الجرنوسي. بقالنا فتره كتيره ما عملناش فيديوهات، ولكن انتوا وحشتوني طبعا، وحشني ان انا اطلع واقدم محتوى على القناه. ففي البدايه كده بفكركم طبعا ندعي كلنا لاخواتنا في فلسطين، وان احنا نقاطع كل المنتجات اللي بتدعم الكيان اللي بيقتل ويدبح في اخواتنا في فلسطين. فربنا ينصر اخواتنا يا رب نصرا عزيزا مؤزرا. خلونا نفهم الاول كده بسرعه ايه هو مصطلح LTSC، بس ما تنساش اللايك الجميل بتاعك. LTSC اختصارا لـLong Term Servicing Channel، ومعناها او ترجمتها الحرفيه هي قناه الخدمه طويله الامد، لان فتره الدعم فيها بتوصل لعشر سنين، ودي فتره كبيره جدا. وفي قناه تاني اسمها SAC سيمي انوال تشانل، فتره الدعم فيها بتكون لمده 18 شهر زي الجدول الموضح قدامكم. وعشان ويندوز 11 بيتطلب مواصفات عاليه لتشغيله وامكانيات خارقه طبعا عشان تقدر تتعامل وتهيئ الجهاز بتاعك سواء للعب او المونتاج او اي شغل لصناعه المحتوى، وتبدا تمارس حياتك الطبيعيه داخل الويندوز. ففي اجهزه قديمه للاسف على الناحيه الثانيه مش هتقدر تتعامل مع ويندوز 11 حتى لو استعملت اي طرق لتخطي المواصفات دي، فاكيد هتقابل مشاكل في المستقبل. فمن حوالي 6 او 7 ايام مايكروسوفت نزلت ويندوز 11 LTSC، ولكن مش نسخه نهائيه، هو لسه هينزل قريب ان شاء الله بشكل رسمي، لانه بيكون ليه ترخيص رسمي بشكل خاص كده وموجه لاصحاب الشركات والمؤسسات والهيئات الحكوميه والناس اللي عندها اجهزه قديمه او اجهزه بمواصفات ضعيفه مش محتاجه مواصفات قويه عشان تلعب عليها او تشتغل شغل تقيل. هي بس مجرد واحد عاوز يمشي حاله ويشغل الشغل زي ما بنقول كده. والفرق الجوهري ما بين اصدار LTSC والاصدارات بتاعتنا اللي احنا بنشتغل عليها ان دايما بيكون في تحديثات مستمره بمزايا وتحديثات داخل الويندوز نفسه لويندوز 11 اللي دايما طبعا بشاركها معاكم من خلال الفيديوهات اللي بنقدمها هنا على القناه. فبتلاقي دايما تحديثات مستمره وميزات اضافيه وحاجات بتنزل جديد. الكلام ده مش موجود في اصدارات او في اصدار LTSC، لان الموظف اللي في هيئه حكوميه او اللي شغال في بنك او في مجمع طبي او ايا كان، يعني الموظف ده عايز يجي يدخل مكتبه كده يشرب كوبايه القهوه بتاعته ولا فنجان القهوه ويشغل الشغل من الاخر، يقفل الجهاز ويمشي، وهكذا العمليه بتتكرر. فهو مش مهتم منه يشوف تحديثات جديده ومزايا والتاب الجديده حصل فيها ايه واضافه ايه في الابديتس ويندوز ديفندر ماله، والكلام ده كله بره عنه. فهو واحد موظف روتيني جاي يشتغل، عايز نظام تشغيل يكون مستقر وامن يشتغل عليه يخلص شغله ويمشي. فهو ده الاختلاف الجوهري ما بين اصدار LTSC والنسخ اللي احنا او الاصدارات اللي احنا بنشتغل عليها الثانيه. طيب هل معنى كده ان الاصدار بتاع LTSC ده مش هينزل له اي تحديثات خالص؟ لا، بينزل، ولكن على فترات متباعده، ممكن تقول سنتين ثلاثه كده، ولكن التحديثات الامنيه اكيد دايما بتنزل باستمرار. وده برده ما يمنعش انك تستعمل اصدار LTSC على جهاز قديم عندك او جهاز مواصفاته مش كامله لتشغيل ويندوز 11 النسخه الرسميه او النهائيه بتاعتنا اللي احنا دايما بنحكي فيها. ولكن لازم تحط في اعتبارك ان مش دي هي النسخه المخففه والنسخه بقى اللي هتروش الدنيا كلها وهتشقلب لك حال الجهاز وهتقدر تلعب عليها كل الالعاب التقيله بتاعتك بشكل مستقر، لان اصلا لو جهازك مواصفاته قويه مش هتلجأ لنسخه LTSC. طيب في بعض المستخدمين المحنكين اللي جهازه قوي ما شاء الله وربنا فاتحها عليه كل حاجه وجهازه اعلى حاجه في الدنيا، يقول لك بس انا ويندوز 11 ده قرفني، ويندوز 10 خلاص الدعم بتاعه قرب ينتهي، فانا هجيب ويندوز 11 النسخه الخفيفه الحلوه دي اللي كله عمال يتكلم عنها، اخف ويندوز 11، ويندوز 11 للاجهزه الخفيفه، ويندوز 11 متشال منه الحاجات اللي بتتقل الجهاز. فهو بيجيبه وينزله على الجهاز بتاعه الجميل القوي، وبعد كده يبدا يشتغل يلاقي فيه حاجات ناقصه، يلاقي الجهاز مش شغال بشكل مستقر. فانا قلت لك هو مش
اعتمادي ومش عملي مع الحالات اللي احنا بنشتغل بيها سواء الالعاب الكتير. لو انت شخص جيمر مش هتنفعك اطلاقا الا اذا كنت جيمر من زمان يعني, او بتلعب العاب قديمه او العاب مش بتستهلك قدر كبير من مواصفات الجهاز او حتى صانع محتوى, فالنسخه دي اكيد مش هتريحك. وزي ما قلت لك هي مخصصه فقط لاجهزه او هيئات معينه, فهفضل اقول الكلام ده طول الفيديو عشان الكلام يخش هنا وما يطلعش. هيجي مستخدم محنك تاني يقول لك طب بس كده يا عم جاروس اركني على جنب دلوقتي, انت ابو الروس بتاعك ده, انا هروح انزل ويندوز 11 مش عارف نسخه ايه ونسخه بي ونسخه سي, هفضل انزل النسخ دي اللي هي اصلا مش رسميه, والنسخ دي المطورين لاعبين فيها وشايلين الحاجات اللي بتضر الجهاز والحاجات اللي بتتقل الجهاز و و و والكلام ده كله, فهي نسخ جميله ورايقه. هقول لك يا صاحبي انا لا اعتمد اي نسخه غير رسميه محمله من موقع مايكروسوفت الرسمي. حتى لو واحد قال لي خد النسخه دي هي نسخه خام وهي اصلا بتاع مايكروسوفت بس على سيرفر تاني غير بتاع مايكروسوفت, هقول له لا يا باشا شكرا, لاني ما اعرفش النسخه دي اتزرع فيها ايه ولا ملعوب فيها ايه ولا المطور اللي عملها ده شخص طيب ولا شخص شرير ولا, فانا عندي شويه وساوس من الحاجات دي الا اذا كنت مش بقى على المعلومات بتاعتي او الداتا او الملفات والبيانات اللي موجوده على الجهاز اللي انا هتعامل بيه. فلازم تحط في اعتبارك انك لو هتستعمل اي نسخه من مصدر غير رسمي اللي هو الوحيد مصدر مايكروسوفت, لان اصلا كل الاصدارات متاحه عليه والناس اللي من بره برضو بيحطوا او بياخدوا الاي زو اي دي ويحملوه على مواقع خارجيه بتكون فيها اعلانات عشان هم يتربحوا منها بشكل غير مباشر طبعا. فبالتالي انا مش عاوزك تعتمد الا النسخه الرسميه اللي بتكون موجوده على موقع مايكروسوفت, وانا دايما بسيب روابط التحميل بوصف الفيديو حتى لما بتكون موجوده على الموقع بتاعنا, فبحط الرابط بتاع موقع مايكروسوفت. اي نسخه تانية او مصدر تاني بقى فانت لوحدك اللي مسؤول عنه, حتى لو كنت مرتاح مع النسخه دي, واكيد بتمنى لك ان انت ما يحصلكش اي ضرر. عشان تكون التجربه جميله بقى وهلفها لك كده في لفه هدايا, فانا دخلت وحملت النسخه دي وجربتها بالفعل على جهاز عندي زي ما نزلت بوست على فيسبوك ووعدتكم ان انا هنزل الفيديو ده بكل التفاصيل. بتنزل بملف ايسو حجمه تقريبا 4 جيجا بايت, هتشتغل معاك لمده 90 يوم, وبتظهر رساله تحت كده ان دي نسخه غير مرخصه لحد ما انت مترخص, ونشوف مايكروسوفت هتتعامل مع القصه دي ازاي او الترخيص بيكون ازاي. بس في عندي شويه ملاحظات مهمه, لو انت خدت النسخه دي وتحرقها على فلاشه وتثبتها على الجهاز بتاعك وحاجات حصلت معايا, خليني اقول لك بالظبط ايه هي. واحد, ينفع تحرقها بصيغه جي بي تي او ام بي ار. 2, طريقه تثبيتها زي بالظبط طريقه تثبيت ويندوز 11 بعد اخر تحديث, بس وانا بثبتها واجهت بالصدفه المشكله دي والحمد لله قدرت احلها, فلو حابين ممكن اشاركها معاكم في فيديو قصير واقول لكم عملت ايه بالظبط. والمشكله كانت ليها علاقه بالهارد اللي انا كنت بثبت عليه الويندوز. 3, لما ثبتها على هارد اتش دي دي اخذت حوالي 35 دقيقه في التثبيت وده وقت كبير طبعا. 4, تعمدت وانا بثبتها اكون فاصل الانترنت عن الجهاز عشان ما يطلبش مني اكونت لتسجيل الدخول, لانه غالبا هيطلب منك ايميل شركه او دراسه, فلو حطيت ايميلك بتاع مايكروسوفت غالبا مش هيقبل معاك, يقول لك حط ايميل الشركه او ايميل الكليه بتاعتك. انا عشان اريح دماغي ثبتها وانا اوفلاين وكملت معايا للاخر بفضل الله, وده اثبات لاصدار النسخه ان هي 24 اتش 2 من جوه الويندوز نفسه. واول حاجه لاحظتها ان في بعض البرامج والخدمات الاضافيه ما كانتش موجوده, زي برنامج مايكروسوفت ستور مش موجود, وبرنامج الحمايه ويندوز سكيورتي جيت اشغله فما رضيش يفتح معايا الواجهه خالص, ولكن بيظهر لي بعض الخيارات لي من خلال الاعدادات ولكن ما اقدرش اتحكم فيه او حتى اعطله. واداه سنابنج تول اللي بتلقط صور للشاشه وفيديوهات تقدر تلقط بيها صور فقط انما فيديو مفيش, وطبعا كو بايلوت برده مش موجود. حتى بعد ما عملت شويه ابديتس للويندوز برده كو بايلوت ما كانش موجود. جربت اوصلها بالانترنت واول ما لقط سبته يعمل التحديثات دي كلها عشان كمان تعريفات الجهاز تتم بشكل صحيح, وبنصحك انت كمان تعمل الخطوه دي لو هتعتمد على الويندوز ده عشان تبقى ماشي في السليم. اما تجربه الويندوز نفسه في الالعاب والمونتاج وصناعه المحتوى فانا اكيد ما جربتش ده, هسيبه لك انت لو انت حابب تجرب ده, لان انا مش بعتمد عليه اصلا, انا بس جربته عشان اشوف الويندوز هيكمل معايا للاخر ولا لا, واشوف الحاجات اللي ناقصه وابص بصه سريعه داخل ويندوز 11 نسخه ال او اصدار ال تي اس سي. وفي حاله لو انت قررت فعلا تتعامل بالنسخه دي وشايفها مناسبه ليك في التصفح او انك تشغل شويه حاجات بسيطه كده وشغل مكتبي على خفيف, فالدنيا هتكون حلوه معاك مفيش اي مشاكل خالص, لان هي اصلا نسخه رسميه من مايكروسوفت. وكمان ده لو مواصفات جهازك برده مش قويه بالقدر الكافي, بس ما تخليش حد يضحك عليك يقول لك دي النسخه المخففه الجميله الرسميه الحلوه العظيمه لاي جهاز يشغلها ورامات 2 جيجا وهارد اتش دي دي وحاجات كده. يعني انا اصلا بنصح ان انت يكون عندك رامات 4 جيجا ووحده التخزين تكون اس اس دي, ده هيفرق معاك جدا جدا. ولكن زي ما قلت لك مفيش مانع انك تشغلها على رامات 2 او 3 جيجا او 4 جيجا مفيش اي مشكله, لان الويندوز نفسه في الحاله العاديه خالص انا ما عملتش اي حاجه وبيستهلك 1.8 يعني حوالي 2 جيجا بايت من الرام, انت معاك بس 200 ميجا بايت. فلو هتروح تفتح مايكروسوفت ستور
تشغل برنامج تاني او اي حاجه، اكيد الرامات هتتملي معاك والجهاز هيتقل او ممكن يجيب لك شاشه زرقاء وتخش في مشاكل تاني انت في غنى عنها. فمن الاخر كده اصدار ال تي اس سي من ويندوز 11 هو للناس اللي عاوزه تشغل الشغل من الاخر وتمشي الدنيا لا اكتر ولا اقل. وكده اكون وضحت لكم كل حاجه خاصه بالاصدار ده من ويندوز 11. لو عندك اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي تحت من خلال التعليقات. لو بتشتري من موقع نون ممكن تستعمل احد الاكواد دي، انت بتحصل على خصم وانا بحصل على نسبه معينه من عمليه الشراء اللي بتتم، ولكن ده ما بيأثرش على الفلوس او المبلغ اللي انت بتشتري بيه وبيفضل زي ما هو، هو بس مجرد دعم ليا او للناس اللي زي حالتي كده بيحطوا لك اكواد مش اكتر، ودي حاجه اختياريه. في النهايه لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش برده اعمل لايك، واشوفك ان شاء الله على خير في فيديو جديد. كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.